السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقدم لكم طريقة تفعيل اللغة العربية في الويندوز. أولا نذهب على الستارت، ثم على السيتينج أو إعدادات الكمبيوتر، ثم نذهب على التايم أند لانجويج، ثم نذهب على ران لانجويج، ثم نذهب على أدد لانجويج. أدد اللانجويج، ثم نعمل العربية، ثم نضيف العربية الأردن مثلا. كما ترون الآن فعلت لدينا العربية جوردن.